ولتسليط الضوء كذلك على حالة الطقس. يلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة. السلام عليكم أستاذ حسين، وكل عام وأنت بخير. خير وصحة وعافية إن شاء الله. نعم أستاذ حسين، حدثنا عن الحالة، حالة المناخ والطقس في المشاعر المقدسة وتحديدا في مشعر منى في أول أيام التشريق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الأجواء مستقرة نسبيا الآن، درجات الحرارة تتفاوت ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية، نتوقع أن ترتفع تدريجيا حتى فترة الظهيرة ما بين الساعة 12 والثالثة عصرا، نتوقع أن نقترب من 40 درجة مئوية إلى 38 أو 37 درجة مئوية. بدأت حقيقة تشكيلات من السحب على مشعر عرفة، بالمتوقع أن تزداد فرصة تكون السحب خلال ما بعد الظهيرة عند الساعة 2 ظهرا، لتشمل معظم المشاعر المقدسة وأيضا العاصمة المقدسة ومحيط الحرم. الفرصة مهيئة بمشيئة الله إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة هذا اليوم، تستمر معنا حتى فترة المساء. الرياح الآن جنوبية بسرعة تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة. بصفة عامة الأجواء مناسبة جدا، فرصة هطول الأمطار واردة، انخفاض في درجات الحرارة بعكس المتوقع الذي أعلن سابقا أن درجات الحرارة قد تلامس 47-48 درجة مئوية، لكن ولله الحمد ألا تكون السحب والهبات الرياح التي ساهمت في انخفاض درجة الحرارة، وأصبحت الأجواء مستقرة نسبيا ما عدا ارتفاع واضح في مستوى الرطوبة خلال فترة المساء. لكن حقيقة الأجواء جيدة، وكما ذكرت أن تشكيلات السحب بدأت على المشاعر المقدسة ومتوقع أن تزداد خلال ما بعد الظهيرة، وأن تبدأ هناك فرصة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة إن شاء الله على مشعر عرفة ومنى. نعم. وأيضا العاصمة المقدسة. نعم أستاذ حسين، ما يتعلق بمعدلات الرطوبة في المشاعر المقدسة وتحديدا في مشعر منى؟ نعم، من المتوقع أن تكون معدلات الرطوبة ما بين 60-70% خلال فترة المساء، وفي حالة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة إن شاء الله قد يعني يهبط مستوى نسبة الرطوبة خلال فترة المساء، والتوقعات إن شاء الله عالية جدا في هطول أمطار على المشاعر المقدسة هذا اليوم إن شاء الله. نعم، ما يتعلق أستاذ حسين وأنتم تتطلعون على هذه التقارير التي تنبئ بإذن الله عز وجل عن حالة الطقس في الساعات القادمة، ما هي التوجيهات التي يمكن إستاؤها لضيوف الرحمن في مشعر منى؟ حقيقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبث برامج التوعية بأربع لغات لحجاج بيت الله، وتقوم بالتنسيق مع جميع القطاعات الخدمية التي تتعامل ميدانيا مع حجاج بيت الله الحرام من خلال تمرير معلومات الطقس، تمرير بعض البرامج التوعوية، والجهات أيضا التي تعمل في المشاعر المقدسة لديها كثير من البرامج التثقيفية والتوعوية في حالة وجود أي ظواهر جوية تستدعي ذلك. وهناك التنسيق على مدى 24 ساعة لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر بسهولة، ونحن نلاحظ يعني حجم التنظيم العالي الذي ولله الحمد في هذا الموسم، وحجم التنسيق بين الجهات الحكومية الذي يعني حقيقة أبهر الجميع بهذا التنظيم الغير مسبق في تمكين لا. حجاج بيت الله الحرام في ظل ظروف استثنائية حقيقة تستدعي مثل هذه الإجراءات. نعم، نشكر لكم الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة هذه الإطلالة الصباحية للحديث عن أحوال الطقس في المشاعر المقدسة، وحقيقة الشكر يمتد لكافة الجهات المعنية بتقديم أعمال الحج والإشادة كذلك بهذا التناغم الكبير بينهم وهذا التعاون فيما يتعلق بتقديم هذه الخدمة الراقية والكبيرة لضيوف الرحمن والتشرف بذلك. شكرا جزيلا لكم أستاذ حسين.